أوائل خريج الأكاديمية والكليات العسكرية وكلية الشرطة يقدمون هدية تذكارية للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. سيادة الرئيس، منذ نصف قرن من الزمان وفي أكتوبر 73 انتفض المارد المصري ليعلن للعالم أجمع أن مصر لن تستكين أبدا ما دام بها رجال يعشقون ترابها. واليوم توثق مصر شهادة ميلاد مارد جديد وضعت آمالها وثقتها المطلقة فيه. هذا المارد جاهز للانطلاق ليحفظ لها أمنها وأمانها. نعدك يا سيادة الرئيس أن نستكمل المسيرة بنفس الروح وبنفس العزيمة وبنفس الإصرار لتبقى راياتنا ترفرف فوق كل شبر من أرضنا المقدسة. وبهذه المناسبة العظيمة يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لسيادتكم درع الكلية العسكرية تعبيراً عن ولائنا ووقوفنا خلف قيادتكم الرشيدة. تفضل سيادة الرئيس. شكرا فندم. ويشارك أوائل الجامعات المصرية أشقاؤهم من خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية حفلهم اليوم ويقدمون لهم التهنئة. سيادة الرئيس، بقلب تملأه مشاعر الفخر يسعدنا نحن أوائل خريج الجامعات المصرية أن نهنئ شعب مصر بجيل جديد من حماة الوطن خريج الكليات العسكرية وكليات الشرطة. من قلب هذا المشهد المهيب الذي يجتمع فيه شعب مصر وجيشها وشرطتها وقضاؤها في نسيج وطني واحد، يرسم لنا جنود المستقبل لوحة تعيد أمجاد الشهداء. سيادة الرئيس، يقسم لك هذا البنيان المتراص من أبطال مصر أن يلزم الجد والكد وأن يحفظ التلاحم والود وأن يرفع شأن الأمة أينما حل أو ارتحل. نقسم أن ننير صحراء الوطن وواديه وأن نكون له ذخراً يجده متى يناديه وأن تدوم بنا وبكم رفعة شأنه وحماية أراضيه. ومن هنا من أرض الأكاديمية العسكرية المصرية، مصنع الرجال وعرين الأبطال والقلب النابض لقواتنا المسلحة، يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لسيادتكم درع الجامعات المصرية. تقديراً لسيادتكم وتعبيراً عن انتمائنا وولائنا ووقوفنا خلف قيادتكم الرشيدة. لا ينكر الحر معروفاً لباذله، ونحن سيادة الرئيس بالمعروف نعترف. حفظ الله سيادتكم وجعل مصر وشعبها في رعايته وحفظه. ولتبقى أرض مصر أرض الكنانة ومهد الحضارة ودرة التاج، وليبقى أبناؤها محلق الرؤوس والهامات يرددون أمام سيادتكم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تفضل سيادة الرئيس.